الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. صدق الله العلي العظيم. جنسه الحيوان، نوعه الجن، صنفه الشيطان، كنيته أبو مره، اسمه إبليس. قدرته نافذة جدا، خدعه كثيرة جدا، علمه واسع جدا، ولكن له مشكلة واحدة: سلطته لا سلطة له على البشر إلا أن يسلط البشر إبليس على نفسه. هذا العدو الذي اسمه إبليس وأتباعه الشياطين أحد أعداء البشر، بل حسب بعض الروايات الشريفة هو أعداء البشر. معرفة حدود عدوك هذه مقدمة مهمة جدا لتتمكن من مقابلته،
أحيانا معلومة واحدة تعرفها عن عدوك تجعلك تنتصر على عدوك، وأحيانا معلومة واحدة لا تعرفها عن عدوك تجعل عدوك ينتصر عليك، فكيف بهذا العدو؟ نتعرف عليه، من هو إبليس؟ من هم الشياطين؟ نقاط سريعة بالنسبة إلى هذا العدو الخطير، بل كما قلت في بعض الروايات الشريفة أعدى أعداء الإنسان. أولا دؤوب جدا، ما يتعب، لا يمل، لا يتكاسل نهائيا. الشيطان عالم، عنده معلومات كثيرة جدا، يعرف طبيعة الإنسان ويعرف وضع الإنسان ويعرف أن عمر الإنسان محدود قصير جدا، فلا يفوت فرصة. هذا الإنسان خلال فترة قصيرة الشيطان يريد أن يغويه، فترة عمر هذا الإنسان، فترة عمر الإنسان قصيرة جدا، الشيطان يعرف ذلك، فليس له مجال حتى يؤجل، لا، سريع، فرصة يدخل إلى قلب الإنسان، فرصة يقضي على حياة الإنسان الأبدية، يقضي على سعادة الإنسان. إن تمكن أن يغويه ويحرفه في مجال العقيدة فتلك فرحة الشيطان الكبرى في هذا الإنسان، يجعله كافرا، يجعله مشركا بالله عز وجل، يجعله مخالفا في طريقته، في عقيدته لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يجعله منافقا. هذه فرحة الشيطان الكبرى في هذا الإنسان. وإن لم يتمكن، لا، الشخص مؤمن ومصر على أن يبقى متبعا لأهل البيت، معتقدا بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يتركه؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أبدا لا يترك، يدخل من مداخل كثيرة. إخواني، كل عمل صالح يعمل به المؤمن صغيرا أم كبيرا يعد ضربة للشيطان. طبعا الضربات مختلف، مرة أنت تضرب شخصا ضربة عادية، مرة تضربه ضربة شديدة، مرة تضربه ضربة تقسم ظهره، مرة تضربه ضربة تقضي عليه. الضربات للشيطان هكذا، بعض الأعمال الصالحة ضربة عادية للشيطان، بعضها ضربة شديدة، بعضها ضربة تقسم ظهر الشيطان، بعضها ضربة تقضي على الشيطان، تكبل الشيطان خلاص. حتى الضربات الصغيرة العادية الخفيفة جدا مؤثرة. القضية إذا جئت بها إلى الوضع المادي الطبيعي، شخص قوي جدا يضربه ضربة عادية وثانية وثالثة وعاشرة، ألف ضربة يسقط، حتى لو كانت الضربات ضربات عادية. الشيطان هكذا، عدو قوي
يضربها ضربات خفيفة، يعمل عملا صالحا صغيرا، ثم عمل صالح ثاني، ثم ثالث، ثم عاشر، 1000 عمل تضعفه. القضية فقط من هذا الاتجاه؟ لا، من ذاك الاتجاه القضية أيضا صحيحة. كل عمل سيء يعمل به الإنسان يعد ضربة من الشيطان للإنسان. لا تتصور أن هذا العمل السيء ذهب خلاص أثره انتهى، أبدا، ضربة. الضربات أيضا مختلفة، خفيفة، شديدة، قاصمة، قاضية. أما الضربات حتى لو كانت خفيفة، واحدة تلو الأخرى تسقطك، العياذ بالله، بعيد عن المؤمنين إن شاء الله. بعض الناس العظماء في الإيمان سقطوا. يعني ماذا؟ يعني الضربات أثرت أثرها، سلبت، العياذ بالله عز وجل، سلبت منهم الإيمان. من الزبير؟ الشلمغاني؟ من؟ علي بن أبي حمزة البطائني؟ من؟ هؤلاء عظماء في الإيمان كانوا يوما ما، ما كانوا مؤمنين عاديين، العياذ بالله تعالى، انحرفوا. أي انحراف! القرآن الكريم يقول بالنسبة إلى أصحاب النبي، لا تتصوروا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله من البداية كلهم كانوا منحرفين، أبدا، بعضهم كانوا على الجادة. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. كيف يحصل انقلاب على عقبه؟ لماذا شخص مؤمن عاش مع رسول الله صلى الله عليه وآله لماذا ينقلب؟ القرآن يقول الأعمال السيئة، تتصور أنها لا تؤثر؟ لا تؤثر، هي أثر، بل حتى أقل من ذلك، تأجيل العمل الصالح ضربة من الشيطان للإنسان، تأجيل. هناك كلمة يقولها بعض السياسيين في مجال السياسة، والكلمة صحيحة ومؤثرة، وبهذه الكلمة يخدعون دول، حكومات. يقول أنا الحكومة، حكومة كبيرة عندها مشكلة مع حكومة أخرى، تقول أنا مهمتي فقط وفقط أطلب منك أن تأتي ونجلس على طاولة واحدة، هي هذه الجلسة تجعل تلك الحكومة الذليلة لهذه الحكومة الكبيرة، نفس الجلسة. الشيطان يعمل مع الإنسان هذا العمل، يقول للإنسان أنا فقط أطلب منك أن أجلس معك، أن تكون شعرة معاوية بيني وبينك ممتدة فقط، لا تقطع. أقول لك أجل، نجلس نتحدث. هو التأجيل، يعني أحيانا هذا الشيطان يغلب هذا الإنسان، نفس التأجيل، لأنه جلست مع الشيطان، لأنك استمعت للشيطان. المؤمن الذكي لا يفعل هذا الفعل، بمجرد ما يعرف أن الشيطان يطلب منه شيئا فورا يقطع الطريق مع الشيطان، يلزم أن يقطع فورا، إذا أمهلته يدخل. عادة هو الأقوى لأن علمه أكثر، نفوذه أدق، أنت لا تراه وهو يراك، أنت لا تعرف حدوده وهو يعرف حدودك، عادة يكون هو الأقوى، عادة يتمكن منك. ولذا عادة الأفراد الذين يؤجلون العمل الصالح عادة ما يتركون ذلك العمل. ثم إخواني، الطريق للإنسان محدود، عمرك 100 سنة بالضبط كمثال، لا ثانية زيادة لا ثانية نقصان.
إذا أجلت العمل الصالح يعني جعلت هذا الوقت وقت فراغ من العمل الصالح، جعلت العمل الصالح في وقت آخر، في ذلك الوقت كان بإمكانك أن تعمل عملا صالحا آخر، فوت على نفسك فرصة. فيما بعد أعمال، يعني ماذا؟ يعني الآن حصل هنا فراغ، هذا الفراغ يعود لك أبدا، أمر وانتهى، إلا أن تنشغل بعمل صالح آخر. ولذا ورد في الروايات الشريفة، في الآيات القرآنية قبل الروايات الشريفة، أن الإنسان لا يعجل، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، يسارعون في الخيرات، سابقوا فاستبقوا الخيرات، سارعوا سابقوا. في الأحاديث الشريفة ورد هذا المعنى بعبارات عديدة، أن الإنسان لا يستصغر عملا صالحا ولا يستصغر والعياذ بالله عملا سيئا. هذه السيئة العياذ بالله ضربة، قد تكون ضربة قاضية عليك. هذا العمل الصالح ضربة للشيطان، قد تكون ضربة قاضية على الشيطان. لا تستصغر عملا صالحا ولا تستصغر والعياذ بالله عملا سيئا. هذه نقطة معلومة عن الشيطان، عن هذا العدو. نقطة أخرى، النية. تمكن الشيطان منك، بعيدا عنكم المؤمنين، تمكن الشيطان من الإنسان، تمكن أن يقول له لا تعمل العمل الصالح، تمكن. إذا ما تمكن ماذا يصنع؟ يأتي ويلعب بنيته، يخرب عليه نيته. أساس العمل النية، إنما الأعمال بالنيات. يخرب عليه نيته، والنية خفيفة سهلة. إن لم يتمكن أن يخرب نيته، إخواني القضية في النية سيف ذو حدين، يعني الشيطان يدخل إلى نية الإنسان من بعدين، مرة يخرب نيته، مرة هذا دقيق جدا دققوا فيه، مرة لا يتمكن أن يخرب نيته، يلعب بنيته، يوسوس له، يقول له نيتك نية غير صحيحة. هي نيته صحيحة، يريد أن يمنعه من العمل الصالح، يقول له أنت نيتك ليست نية حسنة، حتى يترك الإنسان العمل. العمل بدون نية لا قيمة له. أضرب لكم مثالا، أحد الخطباء الكرام في هذا البلد هو نقل لي، قال أول مرة اشتركت، ذاك الخطيب الكريم، أول مرة اشتركت في شعيرة التطبير، طبعا شعيرة مقدسة روحانية عظيمة يعرفها من يمارس هذه الشعيرة المقدسة. خلاص، هذه الشعيرة المقدسة أرجعت لي صحتي في عيني، كانت هناك مشكلة ذكرها لي، مشكلة. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. مشكلة كبيرة في عينيه ارتفعت. خلاص. طبعا الآثار الصحية، مع قطع النظر عن الآثار الأخرى، مع قطع النظر عن المعجزات في هذه الشعيرة المقدسة، الآثار الصحية لهذه الشعيرة عديدة وكبيرة. خلاص القضية انتهت. في العام القادم وأنا في أثناء شعيرة التطبير، أنا أمارس شعيرة التطبير في الأثناء، خطر ببالي، وساوس الشيطان، لاحظوا الشيطان كيف يدخل، خطر ببالي أنك تمارس هذه الشعيرة المقدسة حفاظا على عينيك،
يلعب بنيته، يتمكن لا، ما تمكن يوسوس. يقول له الشيطان: أنت نيتك غير نظيفة. هي نيته نظيفة. الإنسان المؤمن يمارس شعيرة حسينية. أي شعيرة ممكن يمارس الشعيرة الحسينية رياء؟ أصلا غير ممكن. قد يعمل أعمال سيئة، أعمال صالحة أخرى رياء والعياذ بالله، أما الشعار الحسيني لا يتمكن. حب الإنسان المؤمن للإمام الحسين حب واقعي. ماذا يقول له؟ يقول له: أنت نيتك غير نظيفة. عادة المؤمن ماذا يصنع إذا عرف أنه يعمل عملا رياء؟ يترك العمل، هذا ربح للشيطان. الشيطان يريد أن تترك العمل، يوسوس له هكذا وسوسة حتى هو يترك العمل. هو يقول: أنا عرفت. واحد يعرف خطط الشيطان، مغتر، من خدع بالشيطان. قال: قلت مع نفسي وخاطب الشيطان: نعم أنا رغما عنك، عنادا لك، وطبر حفاظا على عيني. يا حسين يا حسين. هذا ذكي، يفهم الإنسان إذا كانت عنده مشكلة، فرضا عنده مشكلة في النية، يلزم أن لا يترك العمل، يلزم أن يصحح نيته. المؤمنون كثير منهم لا يعرفون هذه النقطة. إذا رأى أن عملا صالحا نيته فيه نية غير صحيحة يترك العمل خطأ. لنفرض أن هذه ليست وسوسة من الشيطان، لنفرض أنه واقع، غير نيتك لا أن تترك العمل. أحد المؤمنين قال لي: أنا منذ فترة لا أذهب إلى المساجد لأن نيتي في الصلاة في المساجد نية غير سليمة. لاحظ الشيطان كيف تمكن منه. اذهب إلى المساجد وعدل نيتك، صحح نيتك، لأن لا تذهب إلى المساجد. هو الشيطان يريد هذا الشيء، يريد أن المؤمن يترك الأعمال الصالحة. فالنية للشيطان فيها مدخلان، مدخل إفساد النية، مدخل الوسوسة في النية. الإنسان يكون ذكيا في هذا النقطة. نقطة ثالثة وأخيرة باختصار، مدرج الأولويات، مدرج المهم والأهم. هذا مدرج طويل، آلاف المراتب. إيجاد، هذا من خطط الشيطان، إيجاد خلل في هذا المدرج يجعل الشيطان درجة في هذا المدرج، درجة عادية يجعلها الشيطان درجة مهمة جدا، ودرجة مهمة جدا يجعلها درجة دانية. وهذا لا أبالغ، وهذا من طرق الشيطان النافذة، أقول في أكثر من 90% من المؤمنين، لا أتحدث عن غير المؤمنين، عن المؤمنين. إيجاد خلل في هذا المدرج، الاهتمام بشيء مهم وترك الشيء الأهم. الحديث طويل. أيضا أذكر لكم، ما دام الكلام صار عن شعيرة التطبير كمثال، أذكر لكم نموذجا آخر من التطبير. أحد المؤمنين حفظه الله وحفظكم جميعا انخدع بالشيطان في هذه القضية. لاحظوا، مؤمن كان يشترك في شعيرة التطبير، كمثال أقول شعيرة التطبير، كان يشترك في شعيرة التطبير ضمن أعماله. طبعا الشعائر الحسينية المؤمنون يشتركون فيها الحمد لله. بعد فترة حصلت له وسوسة في الطهارة والنجاسة. الطهارة والنجاسة أصلها شيء من الدين، جزء الدين له آلاف الأجزاء، جزء من الدين الطهارة والنجاسة، قضية الطهارة، هذا طاهر ذاك نجس مثلا. ولكن مدى أهمية هذه القضية،
مقدار هذه القضية من الدين، نسبة هذه القضية من الدين، 1 بالألف مثلا، الذي يحصل عنده شيء من الوسوسة، النسبة في هذا المجال تزداد، هو 1 بالألف تكون نسبة هذا البعد من الدين في حياته 10%، يعني 100 في الألف خطأ. بعد 2-3 سنوات ترك التطبير لأجل النجاسة. لاحظوا من أين دخل الشيطان له. هو قال لي، الله إن شاء الله يحفظه ويهديه، يحفظنا ويهدينا إن شاء الله. هو قال لي أنا تركت التطبير، أحب التطبير، أحب كثيرا أن أشترك في هذه الشعيرة المقدسة، ولكن هذا دم، الدم نجس، فيما بعد تحصل لي صعوبة، الدم نجس، ولكن هذا جرح، الجرح لا يؤثر في الصلاة. دم القروح والجروح، اسألوا الفقهاء، دم القروح والجروح من النجاسات المعفية في الصلاة. جرح خلي يكون جرح. لاحظوا أنا شاهدي أين، ليس شاهدي في التطبير أو غير التطبير، شاهدي كيف دخل الشيطان إلى قلبه بإيجاد اختلال في هذا المدرج. صارت الطهارة، الطهارة شيء حسن، في المجال الذي لم يأمر به الله سبحانه وتعالى، في المجال الذي الله عز وجل جعل الدم معفيا في الصلاة، في هذا المجال ترك شيئا حسينيا مهما، ارتباط بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. طبعا هو يشترك في شعائر حسينية مقدسة أخرى جزاه الله خير الجزاء، ولكن سلب منه هذه الشعيرة. مرة شخص لأجل أشياء ثانية لا يطبر، هذا من هذا المدرج سقط، يعني باسم الدين ترك هذه الشعيرة المقدسة. شاهدي في خطط الشيطان، الشيطان يدخل من هذه الزاوية، من إيجاد الاختلال في المدرج، مدرج الأهمية، يدخل إلى قلب الإنسان العياذ بالله تعالى. والحديث عن الشيطان طويل، ويلزم أن يكون طويلا. معرفة العدو مهم، معرفة العدو مهمة جدا، خصوصا مثل هذا العدو. أذكر لكم بعض الأحاديث الشريفة بسرعة فقط، هذه معارف عن هذا العدو حتى نتعرف إلى طرقه، الأمور التي يدخل منها، الأمور التي لا يتمكن أن يدخل منها. الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في حديث صحيح في كتاب الخصال يذكر هذا الحديث الصحيح عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، قال قال إبليس لعنة الله عليه لجنوده: إذا استمكنت من ابن آدم في 3، الكلام عن المؤمن ليس الكلام عن الكافر، الكافر منتهي، المنافق منتهي، المخالف لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام قضيته انتهت العياذ بالله تعالى، الكلام عن المؤمن. إذا إبليس يقول: إذا استمكنت من ابن آدم في 3 أمور، إذا حققتها في ابن آدم لم أبال ما عمل، فإنه غير مقبول منه. 3 أشياء إذا حققتها في الإنسان، ما هي 3 أشياء؟ أولا، إذا استكثر عمله العياذ بالله، يرى عمله كثيرا، لا أنا صاحب الأعمال الكثيرة الكبيرة العياذ بالله، ونسي ذنبه العياذ بك يا الله، ودخله العجب. 3 أشياء حققتها في ابن آدم، حديث صحيح عن لسان إمام معصوم صلوات الله وسلامه عليه ينقل لنا ما قاله إبليس لعنة الله عليه لجنوده. حديث شريف آخر، حديث مطول هذا الحديث، صفحات من وصايا الإمام
أبي الحسن الأول موسى بن جعفر عليهم الصلاة والسلام لهشام في مقطع منه، قال هشام: فقلت له: فأي الأعداء أوجبهم مجاهدة؟ أي عدو من الأعداء يجب علي أن أجاهده أكثر من غيره من الأعداء؟ فأي الأعداء أوجبهم مجاهدة أجاهده؟ قال عليه الصلاة والسلام: أقربهم إليك وأعداهم لك. هذا الذي قلت في بعض الروايات الشريفة ورد أنه أعدى أعداء الإنسان هو إبليس، هو الشيطان. أقربهم إليك وأعداهم لك وأضرهم بك وأعظمهم لك عداوة وأخفاهم لك شخصا مع دنوه منك، مع أنه هو قريب منك ولكن يخفى شخصه عليك، أخفاهم شخصا، أخفاهم لك شخصا مع دنوه منك. ومن، الكلمة عجيبة، ومن يحرض أعداءك عليك. عندك أعداء، تعلم من الذي يحرض أعداءك عليك؟ الشيطان. عندك النفس الأمارة بالسوء، من الذي يحرك النفس الأمارة بالسوء؟ الشيطان. عندك الدنيا، من الذي يحرك الدنيا ضدك؟ الشيطان. ومن يحرض أعداءك عليك، وهو إبليس الموكل بوسواس القلوب، فله فلتشتد عداوتك. إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أنت اعتصمت بالله فقد هديت إلى صراط مستقيم. اعتصم بالله، هذا لا يتمكن أن يصنع بك شيئا. الحديث الأخير في حديث أيضا في كتاب الخصال للشيخ الصدوق رضوان الله عليه عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال: قال إبليس: خمسة ليس لي فيهن حيلة، وسائر الناس في قبضتي. من هم هؤلاء الخمسة؟ من اعتصم بالله عن نية صادقة واتكل عليه في جميع أموره، الأصل. ومن كثر تسبيحه في ليله ونهاره، ومن رضي لأخيه المؤمن بما يرضاه لنفسه، ومن لم يجزع على المصيبة حين تصيبه، ومن رضي بما قسم الله له ولم يهتم لرزقه. كلامي مخيف عن إبليس، بالفعل مخيف، ولكن عندنا الله عز وجل، وعندنا سادة محمد وآل محمد، التوكل على الله عز وجل، التوسل بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أبارك لكم الأيام السعيدة المباركة للذكريات العظيمة لمواليد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في هذا الشهر المبارك. اللهم إنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب، محمد ابن علي الثاني وابنه علي ابن محمد المنتجب، وأتقرب بهما إليك خير القرب، يا من إليه المعروف طلب وفيما لديه رغب، أسألك سؤال مقترف مذنب قد أوبقته ذنوبه وأوثقته عيوبه، فطال على الخطايا دؤوبه ومن الرزايا خطوبه، يسألك التوبة وحسن الأوبة
والنزوع عن الحوبة، ومن النار فكاك رقبته، والعفو عما في ربقته. فأنت مولاي أعظم أمله وثقته وثقته. اللهم وأسألك بمسائلك الشريفة ووسائلك المنيفة أن تتغمدني في هذا الشهر برحمة منك واسعة ونعمة وازعة ونفس بما رزقتها قانعة إلى نزول الحافرة ومحل الآخرة وما هي إليه صائرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. الله أكبر، الله أكبر.